السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه ديال الكوزاميه في المنزل. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوزاميه اللي ممكن تصايبوها غير في الدار. المكونات اللي غنحتاجو غيكونوا فيها بطاطا اللي قطعناها بحال هكا طويله ودرنا فيها شويه ديال الملح والخل وغادي نضها تتلق. عندنا شامبينيون وكفته ومن بعد غادي نحتاجو صوص بشاميل اللي غادي نديروها في الكراتان ديالنا. وبالنسبه للبطاطا غادي نضها تتلق والكفته غادي نخليها حتى تتلق ونشحرها مع الزيت وشويه الملح والبزار هي والشامبينيون ونطلقهم من بعد. وهنا فاش كتبدا الكفته ديالنا كطيب كنزيدو شويه ديال الصويا درنا معها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. وغادي نضيف حتى الشامبينيون حتى هو وغنبقى نحرك هادشي حتى يتشحر وطيب الكفته مزيان بما طابتينا البطاطا حتى هي ونطلقوها من بعد. وهنا كتكون الكفته ديالنا وجدات غادي نخليوها على جنب وندوزو للمراحل الاخرى. ودابا من بعد ما تسلقات لينا البطاطا غادي ندوزو لتحضير البشاميل اللي غنحتاجو فيه معلقه كبيره من الزبده معلقه كبيره من الدقيق نسطره الحليب الملح والبزار باش غنسموه. والطريقه راه غتلقاوها في فيديو ديال لي كريب اللي كنا صايبنا قبل. وهنا من بعد ما وجدت لينا لاصوص ديالنا البشاميل اللي كتجي بحال هكا خفيفه باش تجينا هي هذيك في الكوزاميه ديالنا وجدت الليمون اللي غادي ندير دهنتهم شويه بالزبده. ودابا غادي ندير بحال هكا شويه من البشاميل القاع ونسرحوها ونديروا طبقه من البطاطا وفوق منهم لاصوص تاع البشاميل وفوقها الكفته ونعاودوا نغطيو بطبقه اخرى ديال البطاطا واخر حاجه هي لاصوص اللي غنكبوا من الفوق. بحال هكا كنعمرو الاسفل ديالها ونديرو الكفته كنعاودو نديرو البشاميل فوق من طبقه البطاطا بهذه الطريقه. عاد ناخذ الكفته بحال هكا من بعد ما وضعنا الكفته والشامبينيو ديالنا نعاودو نديرو شويه ديال لاصوص البشاميل ونعاودو نديرو طبقه اخيره من البطاطا. وهكا نزيدو لاصوص البشاميل من الفوق وهكا كيكون الكراتان ديالنا وجد. كندخلوه للفران مده 10 دقائق حيت كلشي فيه طايب غير يتحمر لينا من الوجه ونحيدوه. وكإضافة أخيرة غادي نزيدو عليهم شوية ديال البيض من الفوق والفرماج باش يجيونا محمرين وندخلوهم الفران كيف قلنا ونتلاقاو مع التقديم. وهكا غادي تكون هذه هي النتيجة ديال الطبق ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف ديما ديروا لايك وبارطاجيو.